بينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الفرحه في كل مكان. لعيبه يعني قاتلت على عوده درع الدوري للجزيره، الدرع رقم 43، لكن خلف كل لاعب اسره ليها دور كبير جدا في النجاح اللي بيوصلوا ليه وبيوصل ليه لعيبه النادي الاهلي. انا معايا في هذه الاثناء حاج عبد المنعم والد محمود عبد المنعم كهربا. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الفرحه حلوه والنهارده عوده الدرع للجزيره وفرحه الجماهير وفرحه كهربا، اعتقد بالنسبه لك بتعني كتير. اهلا وسهلا بالقناه، ونشكر ربنا ونحمده جدا، ونشكر الاداره العظيمه اللي ورا الجهاز ورا اللعيبه والجمهور العظيم، ان الحمد لله ربنا نصرنا وكسبنا الدوري وخدناه بعرق وشرف. وليه لغى الجون دوت؟ فالحمد لله جهاز واداره ولعيبه والجمهور والقاتل الجميله بتاعتكم. شايف حب الجماهير لكهربا ازاي؟ الجماهير بتحب كهربا، كهربا في كل مكان، كل افراد جماهير النادي الاهلي عامل حاله عند جماهير النادي الاهلي. هو الدعم رقم واحد لكهربا، جمهور عظيم واداره عظيمه وتوجهات سليمه، فربنا كرمنا ورجع الدوري لاهله ولبيته، ومبروك علينا جميعا. عايز اروح لست الكل، ودايما لما بسال كهربا او الجميع بيقول لك دعوه والدتي ووالدي، واحنا عارفين بر كهربا بوالده بوالدته. قولي لي السر ده ايه بقى مع كهربا؟ السر اللي هو ابن حلال، ما اقدرش اقول لك غير ان هو ابن حلال، و مش عارفه اقول لك ايه. قول الف مبروك للجمهور، انا بحب جمهور الاهلي جدا جدا جدا، عشان هو اللي مدعم كهربا، هو اللي في ظهر كهربا صراحة. يعني يقول لك جمهور، يعني الجمهور هو رقم واحد بالنسبة لكهربا. كهربا عاش فترة صعبة، ولما كنت أكلمه كان يقول لي البيت، أهلي ووالدي ووالدته وقفوا جنبي وساندوني الفترة دي. كانت اصبر، طول ما أنت واقف على رجلك وتعمل اللي عليك ربنا هيديك إن شاء الله، وألف مبروك. كهربا بقى في البيت هادي ولا النص التاني بقى اللي محدش يعرفه؟ والله ده هادي جدا، ده هادي والله، هادي هو كهربا هادي، بس هو يعني إيه بيتعصب، هو عصبي كمان يعني. بيتعصب على النادي بتاعه جدا، يعني بيحب النادي بتاعه جدا. طبعا طبعا جدا. ايه بقى اهم الاكلات اللي كهربا دايما بيطلبها منك؟ الحمام والحمام والبانيه والمكرونه والمحشي كرنب. كوتش لو سمع الكلام ده يبقى كتير. لا هو ده بس اللي بياكل. وشكرا شكرا. بشكر حضرتك، والفرحه ان شاء الله تبقى مستمره، كلنا بنحتفل بالدرع. الله يخليك، الله يخليك. فرحه مهمه جدا، اسره كهربا والد ووالده كهربا فرحه من القلب.